السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فألف مليار مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعودنا أحبابي أن نبدأ اللقاء بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي والأخت وضل المصري، الحاجة سعاد عثر، دكتور سامر يوسف، مهندس إيهاب يوسف، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة خيرات، والدة الأستاذ عصام حجازي، والدة سليمان محمد، وأم وائل من غزة، وحاجة أم غازي، مهندس سامي السيد علي عرنوس، والأخت شيرين مصطفى، والحاجة هدى عويس أورني، والدة الأستاذ عمرو رفعت، والحاجة عبد المنعم سيد، والدة المهندس أحمد عبد الحليم، وحاجة أمال طه عبد السلام، والأخت أسماء صقر، والأستاذ علي بكري علي، والأستاذ إيهاب إبراهيم محمود، وزوجة الأستاذ شريف لطفي، والدة أخويا حبيبي الأستاذ محمد مدني، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي، وبندعو للأخت فردوس محمد سرحان، والأخت صباح سيد حنفي، والأخت صحر عبد الخالق. ودعاء خاص الحقيقة لشاب صغير عنده 18 سنة، يعني توفي في حادث، شاب اسمه أحمد مراد، يعني ربنا يا رب يرحمه ويربط على قلب والدته، وأسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا وموتى المسلمين رحمة وسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أمين. بداية الحالة الحقيقة عايز أدعو دعاء من القلب إن ربنا يرفع البلاء والمحن والفتن عن إخواننا وحبايبنا وأهلنا في بلاد اليمن. ربنا يا رب يعني ينهي هذه الفتنة على خير إن شاء الله، ويكرمهم بالأمن والأمان في أوطانهم. والحقيقة طبعا ما زلت سعيد جدا بحملة مقاطعة التبرج الأخوات اللي جددوا البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا وعدت أن أنا هقرأ بعض الأسماء البسيطة. الحقيقة إيه، الأسماء كتيرة فإحنا بنوزعها بقى كده على الأيام، وفي استقبال برضو حالات جديدة إن شاء الله وأخوات جداد ربنا يبارك فيهم بيجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنقرأ الأسماء في عجلة سريعة. الأخت زينب من السودان، وأمل حسني إبراهيم من المنصورة، وأم ندى من دمياط، ودعاء وخلود، وام احمد، وام رأفت طيبه من حمص سوريا، وساره، وام نور، وصفاء عيد، ولمياء عبد الرازق من العراق، وميثاق ابراهيم ساهي من العراق، وام محمود سعود، وام محمد من فلسطين، واسماء جهاد من المنوفيه، وهدى عبد الحليم محمد من منيا القمح، وحنان الصادق، وساره شفيق، وعلا مصطفى احمد، وسميه وبناتها من الاردن، وصفاء عيد، وام سعد، ام اسعد، وفوزية سيد أحمد من السودان، وسمية ونريمان وعلية من السودان، وأم محمد من سوهاج، وعبير عادل من فايد، وجنة جابر إسماعيل 10 سنوات، وعلا مصطفى من القاهرة، ومنال مصرية مقيمة في السعودية، وإيمان الدكروني عبد الحافظ من المنشأة بسوهاج، وأم عمران، وأم ليلى، ومنار عبد الرحمن، وألاء عادل من المنوفية، وزينب محمد، وشيماء عبد الله من القاهرة، وحنان عبد العزيز من السودان، وهندي من السودان، وسهام وأم عمرو، أو سهام أم عمرو، وعاطفة من السودان، ونداء من فلسطين، ورندا من مصر، وأم البراء من سوريا، وحسناء وتقى ونورهان المنسي، ومين تاني كمان آخر ورقة خلاص، أم منة الله، وأماني أبو الوفا، ورحاب جلال، وإيمان، وهبة سيد، وهند عبد الجواد، وسنت عماد، وسلمى ماهر، وام محمد رانيا، وام البراء. ربنا يا رب يثبتكم ويبارك فيكم ويجمعكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. وان شاء الله على وعد ان كل حلقه بقرا بعض الاسماء اللي جات لنا، ربنا يبارك فيهم ويجازيهم عنا كل خير. وبالنسبه للاسماء اللي بتجيني في الاس ام اس اللي طالبين الدعاء، والله الذي لا اله غيره، يعني بختصهم او بخصهم في الثلث الاخير من الثلث الاخير من الليل بدعاء خاص بالاسم كل واحد. والاسماء برضو اللي بتجيني على الموبايل، والله يعني ما بمسح الرسائل، بمسك اسم وادعي له، بعد ما ادعي له بمسح رساله عشان اعرف ان انا يعني ايه ادعي اللي بعده كده. فيعني ان شاء الله ده وعد ان اي حد بيبعت رساله بالاسم والله بدعي له ربنا يبارك فيه الجميع. تعالوا نبدأ دروس رحلة إلى الدار الأخيرة، فاضل لنا حلقتين فقط في علامات الساعة الصغرى، والحلقة اللي جاية لا اللي بعدها إن شاء الله عن المهدي المنتظر
وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يعيشون في زمن المهدي وزمن عيسى ابن مريم عليه السلام. دي أجمل 7 سنوات في الكون ده كله، ربنا يبلغنا هذه السنوات الجميلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف العلامات، وزي ما قلنا كل ده من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. العلامة رقم 37 في عكانة سريعة كده عشان عايزين نخلص علامات 9 صورة. علامة رقم 37 حصر الفرات عن جبل من ذهب. مفاجأة، مفاجأة لأهل العراق، مش لأهل العراق بس، للأمة الإسلامية بس مفاجأة. يعني هل هي مبهجة ولا مش مبهجة؟ الحقيقة هي مفاجأة مش مبهجة، لأن هو هتكون فتنة لكتير من المسلمين. حصر الفرات عن جبل من ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن نهر الفرات اللي موجود في العراق، النهر دوت في يوم من الأيام هيحصر عن جبل من ذهب، موجود تحتيه جبل من الذهب الخالص. ده النبي قال كده. حديث فين يا جماعة؟ حديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. خد بالك، اول ما الناس تسمع ان في جبل من ذهب موجود في نهر الفرات، طبعا يعني الكل هيجري طبعا الا من رحم الله، الكل هيجري عشان ياخد نصيبه من الذهب. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم، رغم ان يا جماعه شوف قد ايه الطبع وقد ايه الدنيا لما بتخش يقول بالناس بتفرق بينهم وبتضيع حياتهم فعلا، ان سبحان الله ان جبل الذهب ده يا جماعه لو ان كل مسلم حب ياخد منه 50 جرام ولا 100 جرام ذهب ويغتني جميع المسلمين وسيبقى الذهب كما هو. لكن المشكله مش في كده، المشكله في ان كل واحد عايز جبل الذهب ده لنفسه بس، سبحان الله. ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الابن ادم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. وخد بالك بقى، ولا يملأ عين ابن آدم أو ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى إذن الإنسان لو كان عنده جبلين من الذهب يقول يا سلام بس أغطيهم بس كده وأمن نفسي، زي اللي يعني إيه الإنسان البسيط اللي يكون مثلا إيه بيبتدي في رحلة الماديات والفلوس، فيقولك بس لو ربنا يكرمني بس أول مليون. جاء اول مليون يقول بس يعني ادفيه بالمليون الثاني، واخد بالك، دفاه بالمليون الثاني، يقول لك بس لو خلي بس المساله كده ايه متغطيه بالثالث بس عشان امن على الاثنين، لو جاب الثالث يقول لك هم لا لو باعوا 10 مليون ابانا في الامان كده مش عايز حاجه ثاني، لو وصلنا 10 عايز يمتلك الكره الارضيه. هي دي المساله، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى. فاذا المساله ان النبي بيقول ايه، ان جبل الذهب ده هيحصر من نهر الفرات، الناس هتجري عليه. خد بالك، ورغم ان الجبل يكفي الامة الاسلامية لو كل واحد خد مش 10 جرام 100 جرام ذهب، واخد بالك يعني ممكن 100 جرام ده يحلوله بعض مشاكل حياته، ورغم ذلك لا كل واحد عايز الجبل ده ليه هو لوحده، فيقتتل خد بالك الناس على هذا الجبل من الذهب، فيقتل من كل 199. يا خبر ابيض، يعني من كل 100 واحد 99 واحد مقتولين ولا يبقى الا واحد. الله، طب الناس عارفه كده؟ ما هو النبي قال كده طبعا، وهو لا هو يعني ان هو الا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام قال الكلام ده والناس مصدقين، ورغم ذلك هيروحوا؟ هيروحوا ليه؟ النبي وضح السبب، قال لان كل واحد فيهم بيقول ايه؟ بيقولوا له يا عم ده هيتقتل من كل 199، يا عم كل 100 هيتقتل من 199، انت رايح فين؟ يقول لك ايه؟ لعلي انا الذي انجو، يمكن انا اللي اكون الواحد دوت، واخد بالك؟ شوف الطمع وصله لحد ايه؟ وصله لحته ان هو عارف انه هيموت، وعارف انه هيهلك، وعارف انه هيتقتل، بس بيقول لك ايه؟ هو مش كل 100 هينجو منهم واحد؟ ما يمكن تضرب معايا ضربه حظ كده زي ما بيقولوا يعني، واخد بالك؟ وابقى انا الواحد اللي بينجو ده واخد جبل الذهب. سبحان الله. علشان كده راح حبيبك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أجمعين من أن يقتربوا من هذا الجبل. يا سلام، طبعا هو النبي بيخبر الخبر ده وفي نفس الوقت بيقول لك إيه، آدي الفتنة هي، لكن هوضح لك المنهج، خد المنهج عندك بقى. فالنبي عليه السلام قال إيه؟ قال: يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. اللي هيحضر الجبل الذهب ده وهيشوف الجبل الذهب دوت ويحضر ان في جبل ذهب قدامه والناس بتقتتل عليه، اوعى ياخد منه ولا حاجه. ليه؟ الحافظ ابن حجر بيوضح المساله، قال لك ده بسبب الفتنه اللي هتحصل والقتال عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه لما وقف امام الكعبه وقال: ما اعظمك وما اعظم حرمتك،
ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. يا سلام، حرمة المؤمن يا مسلمين يا إخواني وأحبابي وأسرتي وأهلي وناسي، حرمة المسلم أعظم عند الله من الكعبة اللي عيون الناس بتشتهي تقول يا سلام منى عمري ومنى حياتي أروح أشوف الكعبة. المسلم أغلى عند ربنا من الكعبة، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بسبب الفتنة ديت لو حد منكم حضر الذهب دوت، جبل الذهب ده اللي في العراق، اوعى ياخد منه حاجة، اوعى ياخد منه حاجة. ورغم ذلك بكل أسف هيحصل بقى ان الناس هتخالف، لان النبي اللي قال كده قال سيقتتل عليه من كل 100 سيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199. ده كان العلامة رقم 37. والحقيقة العلامة دي ظهرت بوادرها ان في العراق في بعض اماكن نهر الفرات اكتشف بعض العراقيين بعض اجزاء من الذهب اصبحت بتطفو على وجه الماء، يعني زي ما تقولي كده اللي بيسموها ايه، قشر ذهب، مية ذهب، حاجة كده ايه، بوادر ان فعلا في جبل من ذهب تحت الفرات. والنبي هو اللي قال كده، وما دام النبي قال كده فاحنا مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم من غير حتى ما يكون في حد بيثبت لنا الكلام ده، ان هو الا وحي نوحى هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 38 انتفاخ الأهلة. يعني انتفاخ الأهلة؟ الأهلة جمع هلال، الهلال حضرتك هلال رمضان، هلال شوال، الأهلة الجميلة اللي بتظهر ديت في بدايات الشهور. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان من ضمن علامات الساعة ان الهلال ينتفخ. يعني ينتفخ؟ يعني الهلال ده ممكن يكون ابن يوم فنشوفه نقول ده ابن ليلتين، يعني لو ابن ليلة واحدة لسه طالع بقاله ليلة، فمن انتفاخ الهلال يطلع كده ايه، منتفخ وارم شوية تخين شوية، فنظن ان هو هلال ليلتين. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. طبعا الحاجات اللي لا يترتب عليها اي تكليف ولا اي عمل ولا حاجة بنعديها بسرعة كده. العلامة رقم 39 وده علامة مهمة جدا، الرؤية الصادقة للمؤمن. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم، وده بقى يعني بشرة جميلة قوي 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 للمؤمنين، ربنا يجعلنا وإياكم من المؤمنين اللي فعلا هم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في أعلى درجات الصحة، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا اقترب الزمان في أواخر الزمان لم تكد، يعني مش يعني في يعني نادر ما تكون رؤية يعني كاذبة، الرؤية كلها بتكون صادقة بفضل الله. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. خد بالك بقى، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، وفي رواية من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية من 50 جزءا من النبوة. جميل أوي. ايه معنى الكلام الجميل ده؟ النبي بيقول ان في اخر الزمان لا تكاد رؤيا حضرتك وحضرتك تكذب ابدا، تشوف الرؤيا تقع مثل فلق الصبح، تحصل زي ما انت شفتها بالظبط، تحصل زي ما حضرتك شفتها بالملي. ليه؟ قال لي ان الانسان في اخر الزمان خلاص بقى، النبي مش صلى الله عليه وسلم، يعني وجود النبي عليه الصلاه والسلام شيء مهم جدا للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، ولذلك بفقد النبي او بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لم نفقد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن بموت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا المسلمين حسوا بغربه، حتى الصحابه. سيدنا انس بن مالك يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينه، والله لقد اضاء منها كل شيء، ولقد رايته عندما أو حينما مات، والله لقد أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب، يعني من دفن النبي، حتى أنكرنا قلوبنا. ده مين؟ ده أنس بن مالك. أنس بن مالك خادم الرسول اللي خدمه 10 سنين كما عند مسلم، ودعا له النبي بكثرة الرزق وكثرة المال والولد، ودعا له بطول العمر، فكان من أطول المسلمين أعمارا، وكان من أكثرهم مالا وولدا، لحد أنه هو قال لبنت عائشة، قال قد سألت ابنتي فأخبرتني أنه قد دفن لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد، أكثر من 100 ولد وبنت دفنهم لحد مقدم الحجاج، ولسه الباقيين موجودين، يعني دول بس اللي اتدفنوا، حوالي 106 ولد وبنت، يعني كانوا من نسل سيدنا أنس ابن مالك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد في الموضوع ان سبحان الله ان هو بيقول كده والنبي لسه موجود معاهم. ففي آخر الزمان طب احنا مش قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاسين بغربة شديدة جدا، حاسين بآلام، حاسين بحاجات يعني الى حد كبير، يعني فتن كبيرة جدا، فتيجي الرؤية يعني تسلي قلب المؤمن وتربط على قلب المؤمن بفضل الله وتؤنس غربته بفضل الله، فتكون الرؤية صادقة.
خد بالك بقى، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، يعني اكتر واحد بتكون الرؤيا بتاعته صادقه هو اكتر واحد اصلا لسانه صادق واحواله كلها صدق مع ربنا سبحانه وتعالى. قلبه صادق، لسانه صادق، حياته كلها صدق مع ربنا. يعني سبحان الله، ربنا يا رب يرزقنا واياكم صدق. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ربنا يرزقنا يا رب وإياكم الصدق. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن، يعني نعم كبيرة جدا ربنا يرزقنا إياكم. وبعدين بقى إيه؟ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ربنا يرزقنا إياكم الصدق يا رب العالمين. يبقى إيه؟ وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أمال بقى الحتة الأخيرة دي بقى، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزء من النبوة، أو من 46 أو من 50، إيه معنى الكلام ده؟ هو النبوة إيه يعني؟ النبوة من الغيب، من الغيب. يعني إيه من الغيب؟ الأصل في الأنبياء إن هم بشر، إن هم إيه؟ بشر. إيه الفرق بين النبي وبين سائر البشر؟ الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي بس. النبي بيقول انا زيكم، انا بشر زيكم، بس الفرق ان انا ايه؟ بيوحى الي من عند المولى عز وجل. طب والوحي ده ايه يا جماعه؟ غيب. والرؤية اللي احنا بنشوفها ده شيء من الغيب. انا لما بشوف رؤية ان انا مثلا يعني واحده مثلا تكون ما بتخلفش، فشافت رؤية انها هتخلف، وممكن تكون هتخلف فعلا، الرؤية دي مش غيب؟ اه غيب. يبقى كده كأنها أخذت جزءا من أجزاء النبوة، أي من أجزاء الغيب. يعني مش معناها أنها تبقى نبية، يعني مش معناها أن أنا أشوف إيه 46 رؤية يبقى أنا خلاص كده بقيت نبي، عشان ما حدش يفهم الحديث غلط. لا، النبوة وحي، وحي، واخد بالك؟ بيجي له وحي من عند ربنا، يعني بيجي له غيب من عند ربنا سبحانه. والدليل على هذا قول المولى عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، وده استثناء، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله أكبر. خد بالك، هو سيدنا الخضر، سيدنا الخضر عليه السلام، وده نبي طبعا، يعني إيه؟ بيوحى إليه من السماء. والدليل على هذا قوله: وما فعلته عن أمري، اللي أنا عملته ده يا سيدنا موسى ما كانش بمزاجي، ده كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. بإذن الوحي ده غيب. فأنا لما أشوف رؤية، يعني شفت غيب، يعني وصلني جزء من الغيب، فالرؤية دي لما تكون صادقة يبقى أنا كده حصلت على جزء من 46 جزءا من الغيب، يعني من النبوة. خد بال حضرتك من المعنى ده. فإذا كل لما أكون، طب ليه اختلفت الروايات 45 أو 46 أو 50؟ قال لك على قدر صدق الإنسان وحاله مع ربنا يكون قدره في الحصول على أكبر قدر من هذه الأمور، أو من رؤى الصادقة، يعني من الغيب بفضل الله سبحانه وتعالى. نعيد الحديث مرة تانية: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. خد بالك، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والحديث في البخاري ومسلم. طيب العلامة رقم 40 حبايبي، علامة غريبة جدا، لكن احنا حسناها ويحسها اكتر اخواننا، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، اخواننا في الخليج اللي بيبقى عندهم الجو حر جدا وبيشتاقوا دائما للمطر، ودائما تجد عندهم صلاة الاستسقاء كتير. ربنا يبارك فيهم يا رب ويرزقهم المطر الطيب يا رب العالمين. غزارة المطر وقلة الإنبات، يعني سبحان الله ان احنا الأمة الإسلامية تشتاق قوي للمطر، ان ربنا يكرمنا بالمطر عشان الزرع وعشان الأرض ما شاء الله، يعني بتبقى ليها جو كده جميل كده، والخضرة والنماء والنبات واوا. ولكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان في آخر الزمان يا جماعة من ضمن علامات الساعة مطر كتير جدا جدا، ولكن نبات قليل جدا جدا. وده حاصل يا جماعة. ولذلك سبحان الله، ايه سبب استعمال مبيدات حشرية ونطرين ومحمد طه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها؟ ليه؟ علشان محتاجين ان احنا ننمي الزروع دي. ولذلك كترت بقى، وربنا يسامح الله يسامحهم، يعني الله يسامحهم اللي افسدوا اراضي المسلمين وزرعوا فيها هرمونات والسرطانات والامراض والفيروسات والاشياء دي كلها. يعني اقول ايه؟ الله يسامحهم اللي عملوا كده في المسلمين. انتشر النهارده الفشل الكلوي والفشل الكبدي، وانتشر النهارده امراض السرطان. كنا زمان في السبعينات يا جماعه ولا في الثمانينات، كنا لما نسمع كلمه سرطان والله العظيم اقسم بالله كان الواحد يكاد ان هو يغشى عليه، يغمى عليه لما يسمع كلمه سرطان. ده كان بالنسبه لنا ده كان حاجه يعني الفك المفترس. النهارده تسمع كلمه سرطان كانك بتقول لواحد ده واحد ده فلان عنده انفلونزا،
ليه؟ من كثرة انتشار هذه الأمراض بسبب عياذا بالله طمع، طمع قلة يعني شرذمة قليلة من الناس طمعوا في أموال اليهود فزرعوا السرطانات والهرمونات وهذه الأشياء في أراضي المسلمين فأفسدوا. يعني سبحان الله، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعيد والله حكيم سبحانه وتعالى، ان واحد من ضمن الناس، والله ولا شماته، والله اخي لا حد يشمت في المرض ابدا، من ضمن الناس اللي زرعوا الهرمونات ديت وغرسوها في اراضي بلدنا ودمروا حياه عدد كبير جدا من الناس ودمروا صحتهم وعافيتهم، هو نفس الشخص ده زوجته تصاب بفشل كلوي بسبب نفس الامراض ديت. سبحان الله، يعني داء من نفس الكاس اللي دواها للناس ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، ويعامل كل من اذى كل مسلم على وجه الارض ويعامله بعدله سبحانه وتعالى، لان ايذاء المسلم ده كبير عند ربنا. واحنا لسه كنا بنقول قول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ان حرمه المؤمن اعظم عند ربنا من حرمه الكعبه، اعظم عند ربنا من حرمه، يعني انا اسف في اللفظ، لو ان واحد راح وهدم الكعبه شوف ده هيبقى الجرم بتاعه اقل من انه يهدم انسان مسلم او انه يقتل انسان مسلم او انه يدمر حياه انسان مسلم. ربنا يحفظ الكعبه ويحفظ بلاد الحرمين يا رب العالمين. يبقى لا تقوم الساعه، الحديث رواه احمد بسند جيد، حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. طبعا الكلام ده بيكون بسبب كثره المعاصي ونزع البركه. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يبقى في مطر كتير جدا، لان الناس بتدعو ان ربنا يا رب يكرمنا بالمطر، طب جه المطر فينزل المطر ولا تكون في اي بركه بالمره فلا تنبت الارض. سبحان الله. فالنبي بيقول ايه؟ بيقول بقى حديث تاني رواه مسلم، قال: ليست السنة، سنة الجد والقحط، ليست السنة بألا تمطروا. القحط والجحد مش ان انتوا والجد والقحط عفوا مش ان انتوا ما ينزلش عليكم مطر، لا ده ممكن ينزل المطر وينزل وينزل ولا تنبت الارض. قال: ولكن السنة ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شيئا. يبقى حتة نزع البركة. ولذلك ربنا قال ايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم يا حبايبي مش ارزاق، لا بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا، كذبوا سبحان الله. يبقى اذا المساله مساله ايه؟ مساله بركه. ولذلك سيدنا عمر يؤثر عنه انه كان يقول: اللهم اني لا اسالك رزقا قد قدرته لي، ولكني اسالك البركه في هذا الرزق. اسال ابويا وابوك، اسال جدي وجدك، اساله قول له كنت عايش بكام يا عم الحاج؟ يقول لك: يا سلام يا ابني، ده احنا كنا عايشين ب 3 4 جنيه وكنا متنغنغين وعايشين اخر حلاوه، والدنيا كانت جميله وحلوه والاكل كان ليه طعم. اسالوا ابائي وامهاتي اللي قاعدين قدامي، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك لنا في اعمارهم، اسالوهم قولوا لهم زمان، مش هنروح بعيد يا جماعه، قولوا لهم في السبعينات والثمانينات، مش هنقول بقى في الاربعينات والعشرينات، كان الاكل طعمه ايه؟ كانت العيشه عامله ازاي؟ كانت الناس بتحب بعض ازاي؟ كان قد ايه الدنيا فيها بركه وفيها خير؟ الآن اسأل أي حد قل له كان زمان سبحان الله كانت الناس تنزل تشتري بالربع كيلو لحمة، تخيل ريحة اللحمة كانت تفوح في البيت كله، كانت تلاقي البيت ما شاء الله يعرفوا ان فلان ما شاء الله عنده غنيمة، يعني واخد بال حضرتك، تلاقي ريحة الشوربة كده ويفتحوا طبعا الشبابيك عشان يشمموا الجيران، يعني واخد بالك يغمسوا على الريحة يعني. فالمهم يعني سبحان الله، وايه وقاعدين واللحمة ريحتها الله أكبر، كيلو موز تبص البيت كله ريحته موز، منجتين وبزراية، الدنيا كلها ما شاء الله، يعني فاهم ازاي؟ يا مدري كنت تاكلها؟ قول لي فاكرها. فالمهم ايه، فكانت الدنيا كانت حلوه قوي ما شاء الله. دلوقتي سبحان الله هات قفص مانجا ولا تشم له ريحه الا لو قربت وفتحت المانجايه وحطيتها يعني كده، حطيت وشك فيها. سبحان الله، البركه فعلا تحس يا جماعه، يا رب رد البركه الى المسلمين والى بيوت المسلمين مره اخرى، اللهم امين يا رب العالمين، ان فعلا تحس ان في بركه نزعت من المال. الان سبحان الله، الان تبص لاقي واحد يقول لك والله مقضينا ارديحه والله يا شيخ وسبحان الله وربنا يعني يعلم بقى بحالنا، يعني هم يا دوب 3000 جنيه بنقبضهم في الشهر وعايشين يعني بالكاد، واخد بالك سبحان الله، مع ان ال 3000 جنيه ديت مثلا يعني متهيألي ايام، مش هقول ايام جدي، ايام والدي يعني ربنا يحفظه ويديه الصحه رب العالمين، مثلا من 30 سنه لو كنت قلت له مثلا مرتب 3000 جنيه يعني متهيألي كان يتخض من كلمه 3000 جنيه، مبلغ كبير جدا. النهارده ال 3000 جنيه وراجل بيقول لك انا بصرفهم من هنا وبعد نص الشهر ببتدي استلف. سبحان الله، ليه؟ نزع البركه من المال، من الصحه. سبحان الله، شوف يعني كنا بنتكلم
في مسألة إن الستات الكبار ربنا يحفظهم، أيام بقى جدتي وجدتك كانت الواحدة منهم لما تكون حامل طول 9 شهور ما شاء الله، الله أكبر، يعني إيه، فاهم إزاي، بتخدم وشايلة البيت يعني من فوق لتحت، ماشي. ويوم الولادة، يوم الولادة يحصل إيه؟ يعني أذكر إن واحدة منهم بتحكي لي، بتقول لي أنا يوم ما كنت بولد وهي حامل في الشهر 9، جوزي مثلا عنده ضيوف وعامله لهم الطبيخ والأكل و ودخلت جوه الغرفة يا دوب 10 دقايق ربع ساعة كنت ولدت تمام وخلصت وكمان الكلام ده كله وتمام، وقامت بقى ايه جهزت بقية العشاء وحضرت الدنيا وعادي جدا ما فيش أي مشكلة. النهاردة سبحان الله في بعض النساء ربنا يا رب يحفظهم ويديهم الصحة رب العالمين، مجرد ما بتحمل 9 شهور نايمة على ظهرها، تخيل، ويعني الزوجة الله يكون في عونه بقى، خد بالك 9 شهور نايمة على ظهرها تعبانة مش قادرة تتحرك، وتولد وتقعد بعدها مثلا ايه يعني 2 3 شهور مش شايفه قدامها. سبحان الله، نزع بركه، نزع بركه، ما فيش بركه. الناس زمان كانت الراجل من دول يمشي ويقضي مشاويره وحياته كلها على رجليه، النهارده تبقى راكب العربيه ونازل مش قادر تتكلم، واخد بال حضرتك؟ نزع بركه من المال، من الصحه، من الزوجه، من الاولاد، من العلم، من الوقت، لكن بقى سبحان الله تعود البركه مره اخرى. عشان كده بقول لك ربنا يا رب يكرمنا بزمن سيدنا عيسى عليه السلام لما يرجع بقى وينزل الارض مره ثانيه كعلامه من علامات الساعه الكبرى. سيدنا عيسى في زمن سيدنا عيسى بقى تنزل البركات من السماء وتطلع البركات من الارض، تحل البركه من هنا ومن هنا وانت في النص تغمرك البركه بفضل الله. حديث جميل قوي رواه الدايلمي بسند صحيح رقمه في صحيح الجامع 3919، ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح. الله اكبر، يعني بعد نزول المسيح عليه السلام. قال: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر في المطر، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات. خد بالك بقى، يبقى قطر ونبات، مش زي بقى العلامة اللي قبلها ان الارض تمطر، السماء تمطر والارض لا تنبت، لا، هنا بقى يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للارض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. الله اكبر. ايه الصفا ده؟ الصفا ده الجبل الاملس او الصخر الاملس. في حد في الدنيا يا جماعه ممكن يزرع حاجه على صخر؟ طبعا ما ينبتش، ينبت ازاي؟ الصخر ما بيشربش ميه. لا، في زمن سيدنا عيسى عليه السلام لو حطيت الحباية بتاعتك على الصفا، على جبل، على جبل أملس، على صخرة، على زلط، على أي حاجة، ينبت بفضل الله سبحانه وتعالى. وحتى يمر الرجل، ده بيت الحديث، يبقى إيه؟ حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضر. يا سلام، يعني يبقى الأسد نايم كده على الأرض وانت بقى عايز تثبت لزوجتك بقى ان انت وحش غضنفر، لا شوف انا هعمل ايه، طب ما عدي من على الأسد، طبعا الاسد مش هيضرك لان النبي قال كده، فلا يضرك الاسد، تمشي من عليه، تعدي من عليه، تعمله كوبري مشاه، مفيش مشكله، مش هيعمل لك اي حاجه خالص، بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. حتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. يبقى عزك الله، يبقى حية ثعبان، حاجه كده كبرى، طب ازاي تعدى عليها فلا تضرك. ولا تشاحن، بقيه الحديث، ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. الله اكبر، والله عايز اقرا الحديث مره ثانيه بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للارض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره، ويطأ على الحيه فلا تضره. ولا تشاحن، مفيش مشاكل بقى خلاص، ناس بتحب بعض. ولا تحاسد ولا تباغض، كل الناس قلوبها على قلب رجل واحد، انا بحبك وانت بتحبني وكلنا بنحب بعض وكلنا بنحب الخير لبعض، مش زي دلوقتي ربنا عافينا وعافيك، اديك شايف النفوس الا من رحم الله بقت عامله ازاي، لدرجه انك تسمع كلام الناس، يعني كلام يعني ما تكونش اتمنى ان اسمعه، اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك، وكلام يعني ما ينفعش، بالعكس ده انت اخوك ده تحطه في نن عينيك، ولو جعلت الدنيا كلها في لقمه واحده فوضعتها في اخيك ما كانت كافيه بفضل الله سبحانه وتعالى. العلامه رقم 41، نقولها بسرعه كده وناخد فاصل. العلامه رقم 41 فشو التجاره، يعني كثره التجاره. كثرة التجارة من علامات الساعة الصغرى، أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، إن أنا ما سلمش غير على مين؟ غير على الناس اللي أنا أعرفهم. ولذلك عملنا حملة إيه؟ حملة إفشاء السلام،
حملة إفشاء السلام، إن إحنا عايزين يا جماعة المسلمين مش مجرد بس إن إحنا نبعت SMS إن إحنا مع حملة إفشاء السلام. طبعا بشكر إخواننا وأخواتنا اللي بعتوا، لكن أنا عايز أقول إحنا عايزين نطبق السلام، والسلام مش مجرد سلام، إحنا عايزين ثمرة السلام. يعني مش هروح أسلم على واحد أنا مكشر، مش هروح أسلم على واحد بكبر وأنا ببص له من فوق لتحت، لا ده أنا بسلم يعني ببتسم يعني بأقبل. وخد بالك عايز أعلمك النبي كان بيسلم إزاي. النبي لما كان بيجي يسلم على حد يا جماعة كان يعمل ايه؟ كان يخش على الرجل الوجه في الوجه، عينه في عينيه كده، مبتسم مقبل عليه بصدري، خلاص يعني مش بيسلم عليه كده بالجنب، مش بيسلم عليه ببص ناحية التانية، لا مش بيسلم عليه وبصص فوق، لا بصص له، هو بصص له في وشه صلى الله عليه وسلم، مقبل عليه بوجهه صلى الله عليه وسلم، بيسلم عليه بحرارة. خد بالك، ومش بيقولوا بقى يعني السلامات الصدر دلوقتي الجديدة، لا بيقولوا السلام عليكم ورحمة الله. خد بالك بيسلم عليه، ولا ينزع النبي يده حتى ينزع الرجل يده. يعني النبي ما كانش يشيل ايديه من ايدين الراجل الا لما الراجل هو اللي يفك ايديه كده ويشيلها صلى الله عليه وسلم. قولي طب ما ممكن اتنين يطبقوا سنة ما حدش يشيل ايد نضيع اليوم كله في السلام يعني، لا ان شاء الله مش هيضيعوا ولا حاجه، ربنا يكرمكم. بس الشاهد في الموضوع ان السلام عايزين سلام بقى بجد، سلام يجلب الحب، لان في سلام بيجلب الكره. يعني ممكن اسلم على واحد سامحني يعني بشمئناط وشمئزاز كده، واخد بالك، تلاقي الراجل يكرهني، انما لو سلمت عليه كده السلام عليكم ورحمه الله، ازاي حضرتك يا اخي، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك، والله باصار لما بشوف حضرتك، سعيد جدا بلقائك، ربنا يبارك فيك، بالله عليك ما تنساني من دعائك، اسعد عليك ان شاء الله بظهر الغيب، ربنا يبارك في عمرك، تؤمرني باي خدمات، طيب يا اخي السلام عليكم ورحمه الله. يا سلام على الجو الجميل ده، تتركه كده يقول لك يا ربي كتر من امثاله، يا ربي لسه الدنيا بخير الحمد لله، تلاقيه كده فرحان ومبسوط بيك، فربنا يفرحنا وإياكم يا رب العالمين. إن بين يدي ساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده يا جماعة إن من علامات الساعة الصغرى إن الناس تبقى مقبلة قوي قوي على التجارة والمال والفلوس وكل اللي يشغلهم، وده بنشوفه في حياتنا، تجد الرجل تاجر وزوجته تاجرة، تجد الرجل بيزنس مان وزوجته بيزنس مان، ويعني ايه ومظبطين الدنيا مع بعض، وهي بتتاجر وهو بيتاجر، وهي ليها اعمالها وهو ليه اعماله. الموضوع مش كده، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ويكفي بقى قول المولى عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الاحسن بقى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ايه الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، دي الباقيات الصالحات، أفضل عند ربنا من الدنيا واللي فيها، لأن كل ما تقولها مرة تغرس ليك نخلة في الجنة، كما أخبر إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم قال وأخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى من ضمن علامات الساعة الصغرى فشو التجارة، لدرجة أن رجل لا يكتفي بأنه بس يشتغل او ان هو بس يتاجر، لا هو عايز يتاجر ومراته لازم تتاجر معاه، ويدخلها شريكه معاه في مشروع وينزلها الشغل معاه، ويخلي البيت عياذا بالله سامحوني يعني يخلي البيت الاولاد مش لاقين حد يعتني بيهم ولا يربيهم، لان الام مشغوله والاب مشغول، ما كفايه الاب ينشغل والام تنشغل بقى بانها صانعه الرجال والابطال، تقعد في بيتها تربي اولادها. وانا ما بقولش ان عمل المراه حرام يا جماعه، حدش يفهمني غلط، أنا بقول عمل المرأة حلال ولكن بضوابط نتكلم عنها إن شاء الله في مرة تانية، لكن على الإطلاق يعني أحسن مكان للمرأة بيتها، والواقع يشهد يا جماعة ياما بيوت اتخربت بسبب الأم الموظفة اللي مش قادرة تشوف لزوجها ولا أولادها ولا قادرة تشوف بيتها ولا قادرة تشوف نفسها، يعني مسكينة، الله يكون في عونها. أنا متخيل امرأة، الله يكون في عون نساء المسلمين، لما واحدة تخرج الساعة 7 الصبح وقايمة قبلها بساعتين عشان تأكل زوجها وأولادها وتنظف بيتها وتجهز حاجة الغدا عشان لما تيجي ما فيش وقت أصلا وتروح الشغل، لأن تطحن في الشغل وتتبهدل وترجع مبهدلة رايح جاي في المواصلات وترجع على عجل كده بسرعة أي لقمة أرديحة عشان تخلص نفسها، وتفضل طول النهار في خدمة زوجها لحد نص الليل وتنام لها ساعتين ثلاثة عشان تقوم تلحق الشغل، وهكذا تفضل في الدوران في يعني
في الاول ايه مش عارف ايه، بتفضل في المتاعب دي كلها حد ما هي نفسها تقع وتحجز بدري وتتعب ومش قادره تعتني بنفسها، ويطلع الزوج في النهايه يقول لك انا زهدت في زوجتي ومش لاقي منها الزوجه اللي انا كنت بتمنى. طب ما انت سيبها تعيش في بيتها عشان تقدر تشوف منها اللي انت عايزه. لكن النهارده انت لما تهلك زوجتك في الشغل وتهلكها في البيت، ما هي دي امراه، دي انسان، دي روح يا اخي، يعني ما تتحمل كل هذه الاعباء، والمراه بطبعها ضعيفه ضعيفه لا تتحمل مثل ما يتحمل الرجال. طيب، ولذلك سبحان الله، شوف يا اخي بقى في شغل التجاره ده لما يكون معاه بقى، يعني لما يكون معاه امانه واخلاق يبقى جميل جميل، او لما يكون في تجار كتير امناء ينشروا الخير. لكن السيء بقى ان يبقى تجار خبثاء وينشروا الشر. شوف جرير بن عبد الله البجلي يعني رضي الله عنه وارضاه بيقول، بيحكوا عنه قصه جميله. هو كان تاجر، ففي يوم من الايام كان راح بعت الغلام بتاعه عشان يشتري له فرس حصان. راح اشترى الفرس من ولا من واحد، فغلامه كان شاطر شويه، فاشترى الفرس ب 300 دينار. فرجع قال له اشتريت لك الفرس ده ب 300 دينار. قال له من اين اشتريته؟ قال له من فلان. قال له لا حرام عليك، الفرس ده يساوي اكتر من كده. قال له طب انا خلاص يعني قدرت ان انا اخلص الموضوع. قال له لا 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 هاتهولي. جاب له الراجل فقال له انت بعت له الفرس ده بكام؟ قال له ب 300 دينار. قال له لا، ايه رايك؟ ده هاخده منك ب 400 دينار، يعني ازودك فوق اللي انت خدته 100 دينار. ما هو الفرس بالنهايه بتاع جرير، خلاص الراجل وافق، لكن جرير مش موافق. يعني هو اشتراه ب 300 لكن هو حس ان غلامه ضحك على الراجل، فقال له لا ب 400. قال له جزاك الله خير. قال له ب 500. قال له ده كتير قوي. قال له ب 600. ب 700 ب 800. قال له انا وافقت على 300. قال له وانا لا اوافق الا على 800. عمرك شفت حد بيعمل كده؟ يعني البائع وافق على ان هو يبقى ب 300 الحصان. والتاني اللي هو جرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه بيقول له لا انا مش موافق الا انه يبقى بكام؟ ب 800. فالراجل استغرب، الناس بتفاصل مش بتزود. فقال له طب ليه عملت كده؟ قال له لاني بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا الحصان او هذا الفرس لا يساوي اقل من 800 دينار، ما يساويش اقل من 800 دينار، فانا لا يمكن اخدعك ابدا. سبحان الله. عشان كده يا جماعه كان الاسلام بينتشر في بلاد الدنيا كلها باخلاق التجار مش باخلاق العلماء بس. والله العظيم كان تجار، تجار يا جماعه كانوا بيحملوا امانه الدين، ما شاء الله عندهم امانه وعندهم اخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يعني العلامات اللي بعد كده، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا وصلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع علامات الساعة الصغرى. وقبل ما نخش علامات الساعة الصغرى الحقيقة يعني أضم صوتي لصوت أخويا وحبيبي الدكتور صفوت حجازي في التقارب بين الشعب المصري والجزائري. أهل مصر حبايبنا وأهل الجزائر حبايبنا، وربنا يا رب ينزع يعني ما بين الشعبين من الفتن يا رب العالمين، ويكفينا شر اليهود اللي هم أس كل فساد وهم وراء كل خراب في هذا الكون. ربنا يحفظنا يحفظكم. فبضم صوتي مع صوت أخويا الدكتور صفوت، ربنا يحفظ رب العالمين. العلامة رقم 42، تقارب الأسواق. لا تقوم الساعة، حديث رواه أحمد بإسناد الحسن، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. يعني إيه تتقارب الأسواق؟ ليها ثلاث معاني. المعنى الأولاني أخوي وحبيبي تقدم وسائل المواصلات، إن أنت بسرعة ما شاء الله في معرض موجود في دبي، تلاقي نفسك بالطيارة ساعتين ونص تلاقي نفسك في دبي. معرض تاني موجود مثلا في بلاد المغرب، ما شاء الله 4 ساعات تلاقي نفسك هناك. معرض ثالث مش عارف فين، وهكذا. تقارب الأسواق بسبب تقدم وسائل المواصلات. حاجة تانية، تقارب الأسواق بمعرفة الأسعار. ما أنت من خلال التليفون في ثواني تعرف أسعار الحاجة دي في أمريكا كام، وأسعارها في إيطاليا كام، وأسعارها في الصين كام. يبقى أنت جبت إيطاليا والصين وأمريكا وممكن جنوب أفريقيا، كل ده في مكالمات ما تتعداش 5 دقائق عرفت أسعار السلع دي في العالم كله. فده بيسموها تقارب الأسواق، إن خلاص عرفنا السلع كلها موجودة بسعرها كام، ونقدر نقرب ما بين هذه الأسعار بسبب تقارب الأسواق. الحاجة الثالثة، ان المعنى الثالث، ان من كثرة حب الناس للدنيا وان كل واحد عمال بيفكر لابد ان انا اعمل مشروع، لازم يكون عندي بيزنس، لازم يكون عندي مش عارف ايه، فكل واحد بيفكر في ايه، في مشروع، فده بيكون مشروع والتاني جنبه والتاني بعده وهكذا. فمن كثرة المشاريع والاسواق تقاربت الاسواق. ولذلك حضرتك تلاحظ ان مثلا ايه، مثلا كان في سوق معين
مثلا في العباسية مثلا زمان، وكان ممكن يكون ده السوق الوحيد اللي موجود في المنطقة كلها. بعدها عمرت مثلا حدائق لبة، وعمرت مش عارف منطقة الزيتون، منطقة كذا، كل شوية هنا أسواق، وبعدين هنا أسواق جديدة، وهنا وهنا، فتلاقي كل دي بقت عبارة عن مجموعة أسواق. فده من ضمن علامات الساعة صغرى، تقارب الأسواق. العلامة رقم 43، ودي علامة مهمة قوي قوي قوي، التماس العلم عند الأصاغر. يعني إيه الأصاغر يا جماعة؟ الناس اللي سنهم صغير؟ لا، الناس اللي علمهم صغير، لأن صغر السن لا يكون قادحا في علم الإنسان. يعني ممكن يكون إنسان ما شاء الله، زي ما بنقول ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، أن يكون الإنسان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. يا ناس يا جماعة عندهم 60-70 سنة والعلم بتاعهم قد كده، وياما واحد ممكن تلاقيه عنده 20 سنة والله أكبر، بحر من العلم ما شاء الله. وشوف بقى أسير علمائنا الأجلاء الأفاضل، الله أكبر عليهم. كان الواحد ممكن تلاقيه ميت عنده 35 سنة وقد ملأ الدنيا فقها وعلما، تلاقي واحد ميت عنده 40 سنة ملأ الدنيا كلها تصانيف وكتب، الله أكبر. فإذا المسألة ليست بالعمر، وإنما المسألة بالعلم وبإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ابن مسعود بيعلق تعليق جميل جدا، بيقول ايه؟ بيقول: لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن اكابرهم. بيقول الناس هتفضل بخير طول ما بيجيلهم العلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اكابر الصحابه. بيقول ايه؟ فاذا اتاهم العلم من قبل اصاغرهم وتفرقت اهواؤهم هلكوا. النهارده ممكن يعني، وده نستدل عليه برضو بحديثين جمال قوي. الرجل لما جه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى الساعة؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. وشويتين أم سأل: من السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعة الأمانة يا رسول الله؟ ضيع إزاي؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. والحديث الثاني بقى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول: سيأتي على الناس سنوات خدعت. الحديث اللي بيوجع قلبي والله، بقلبي بتوجع لما بسمع الحديث ده، سبحان الله. مش يعني استغفر الله، مش عشان كلام النبي، لا طبعا، انما عشان في فتنة كبيرة قوي قوي قوي، وحاجة بتوجع قلب كل انسان محترم في الكون ده كله. سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب. انسان الكذاب يبقى هو اللي مصدق، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. والحتة اللي احنا عايزينها بقى آخر الحديث: وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يبقى من ضمن العلامات يا جماعة التماس العلم عند الأصغر، ان انت النهاردة تبقى عندك علماء، علماء أجلاء، ناس أفاضل ملأوا الدنيا فقها وعلما، وتسيب دولت وتروح تلتمس الفتية عند واحد انت عارف ان هو قليل العلم وقليل الدين. ليه؟ علشان هو بيفتي على هواك. يعني مثلا واحد في قضاء الطلاق بالذات يا جماعة، قضايا الطلاق دي مصيبة كبيرة، ان واحد ممكن يسأل شيخ من المشايخ الأفاضل ويقول له الوضع كذا كذا، فيقول له لا دي كده، دي الطلقة الثالثة مثلا او الثانية او غير ذلك. فعلشان يحل هذه الزوجة لنفسه يروح يدور على واحد ليس عنده علم ولا دين ويطلب منه الفتية فيفتيه بفتوى على مزاجه، يقولك بس هو كده ايه، خليها ايه، اجعلها في ايه، في رقبة عالم واطلع منها سالم. مش هتطلع منها سالم، لانك طالما انك تعلم ان هذا الانسان دينه قليل وعلمه قليل فانت كده يعني مش هتكون هنا سالم. الشاهد في موضوع التماس العلم عند الاصاغر، اصاغر الدين، اصاغر العلم، هو ده من ضمن علامات الساعة الصغرى. رقم 44 من ضمن علامات الساعة الصغرى: أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فبالك يوضح الحديث ده رواية مسلم برضو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، قال: يا معاذ، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. النبي يقصد طبعا أرض الجزيرة، على رأي أغلب المحدثين أن أرض جزيرة العرب يا جماعة، وده أكبر دليل، خدوا بالك من نص الحديث الأولاني: لا تقوم الساعة حتى تعود. يبقى هي كانت كده أصلا، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. يبقى أرض الجزيرة كانت زمان خالص، خد بالك بقى، كانت زمان خالص، ممكن يكون حتى قبل بعثة النبي بكتير جدا جدا، كانت مروج وأنهار، كانت مليانة أنهار وخضرة وبساتين وزروع وأراضي وجمال، كانت كل الأرض دي كلها مزروعة.
ويقدر ربنا ان ياتي عليها القحط والجد مره تانية. فالنبي بيقول لمعاذ الارض ديت، كانه عايز يقول له الارض دي كانت كلها خضره وميه وجمال وبساتين وهترجع مره تانية يا معاذ، بس بشرط لو طالت بك حياه، يعني لو طالت بك حياه هتشوف الكلام ده، اما لو مت قبل كده فالاجيال اللي بعد كده هي اللي هتشوف الكلام ده يا معاذ. وبالفعل الواضح دلوقتي والظاهر قدامنا، لما تروح مثلا الارض السعوديه، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، تجد ان الارض السعوديه رغم انها ارض صحراويه اصلا، الا انك انت تجد ان ما شاء الله الحكومة السعودية استطاعوا ان هم بفضل الله خضروا بقعة كبيرة جدا جدا من ارض السعودية تمر ببلاد كتيرة، تجد ما شاء الله الخضرة والسهول والانهار والمياه، وشيء جميل جدا جدا ما شاء الله كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. رقم 45، علامة رقم 45، كثرة النساء وقلة الرجال، ودي مشكلة كبيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم، ده في اعلى درجات الصحة، قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، قيم رجل. سبحان الله يا رب، من أشراط الساعة أن يقل العلم، خد بالك ما دام هيقل العلم يبقى يظهر الجهل، وما دام ظهر الجهل يبقى تستحل محارم الله. شوف الارتباط، يبقى إيه؟ يقل العلم فيظهر الجهل، فلما يظهر الجهل يظهر الزنا، لان خلاص بقى في جهل، فبتستحل محارم المولى عز وجل. وتكثر النساء، ده من ضمن العلامات، النساء تبقى كتير جدا ويقل الرجال، لحد ما يبقى لكل رجل 50 امرأة. العلامة دي عايز اقولها واهدي الكلام دوت لاولياء الامور، الاباء والامهات اللي عندهم بنات، يا رب يا رب جوز كل بنات المسلمين يا رب. ما تحزنش يا والدي وما تحزنيش يا امي ان بنتك لسه ما اتجوزتش، لان انت لازم تاخدي بالك من حاجه مهمه جدا جدا. ايه هي؟ ان دلوقتي عدد الرجال قليل جدا وعدد النساء كتير، حتى ان في احصائيه كانت اتعملت، الله اعلم بدقه هذه الاحصائيه، ان الان وصل في العالم كله عدد الرجال بالنسبه لعدد النساء 1 إلى 20، وهيفضل الفرق يتسع لحد ما يوصل عدد الرجال إلى عدد النساء 1 إلى 50. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول حتى يصبح لـ50 امرأة قيم واحد. بس برضو عن إيه 50 امرأة ليهم قيم واحد؟ ما دي عايزة برضو نسأل ونشوف أهل العلم قالوا إيه. قالوا إن ده يا جماعة ليه 3 تفسيرات. التفسير الأولاني إن من كثرة الفتن وانتشار الحروب، هو مين اللي بيتقتل؟ شو هم الرجال؟ الحوادث بتاعة العربيات اغلب اللي بيموتوا فيها مين؟ ما هم رجال، لان هم اللي بيخرجوا عشان يسعوا على الارزاق، والمراه في الغالب قاعده في البيت، فاغلب اللي بيقتل في الحروب رجال، واغلب اللي بيموتوا في الحوادث رجال، واغلب اللي بيموتوا بسبب التدخين رجال، وان كان في نساء دلوقتي بتشرب لكن بقول اكثرهم رجال. فلما يموت عدد كبير من الرجال فيبقى عدد كبير من النساء. الحاجه الثانيه ان من حكمة ربنا في اخر الزمان ان تكون عدد المواليد من الرجال قليل وعدد المواليد من النساء كثير. ولذلك تسألوا الناس اللي عايشين في الارياف، تلاقي مثلا فلانة خلفت ولد، ياه الدنيا تتقلب، فلانة خلفت ولد ما شاء الله، فازاي يعني كأنها هي اللي جابت ابو السباع، والغالب هو خلفة البنات سبحان الله. يبقى اذا ايه من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة قال لك من ان ممكن يكون بسبب كثرة الفتوح فتكثر السبايا، تكثر السبايا، يعني ما يكون في حرب اسلامية كده بيننا وبمثلا جيوش كافرة مثلا، فالشباب الغلابة اللي قاعدين قدامي دولت مثلا، لو واحد فيهم مثلا مشترك في حرب زي كده ضد اليهود ولا ضد مش عارف ايه، واخد بالك، ولا ضد اي دولة اجنبية مثلا بتحارب المسلمين، فكان ربنا يكرمه مثلا بكام واحدة من السبايا كده، 5 من امريكا و3 من اسبانيا و4 من برشلونه، يعني ايه، ولا من سويسرا، واخد بالك، يعني فسبحان الله. الشاهد في الموضوع ان من حكمه ربنا في اخر الزمان ان يقل عدد الرجال ويكثر عدد النساء. انا عايز اقول لاباء وامهات اللي قاعدين قدامي، ما تزعلوش وما تقلقوش على بناتكم ان هي ما اتجوزتش، مش عشان هي فيها عيب، او مش عشان هي مش عاجبه حد، او مش عشان هي ما ينفعش تتجوز، لا يا امي ولا يا والدي، لأن عدد الرجال اللي يتجوزوا قدام بالنسبة لعدد النساء قليل جدا، 1 إلى 20.
يعني قدام كل واحد قدامه 20 واحدة ما جوزتش. بالإضافة بقى في مشكلة تانية كمان، إيه هي؟ أنا مش عايز أسود الصورة عايزاً بالله، يعني في مشكلة تانية، إن رغم إن عدد الرجال قليل بالنسبة لعدد النساء، مش كل الرجال بيتجوزوا. في رجال مقطعين الجواز، وفي رجال لا يصلحوا أصلا للزواج، إما أن يكون عنده مرض، إما يكون عنده عذر، إما يكون هو فقير جدا جدا ومش عايز يتجوز لأنه حالته المادية ما تسمحلوش بالزواج إلى غير ذلك. فالمرأة ليس عندها أي مانع من الزواج، إنما المانع يكون عند الرجل وليس عند المرأة. فأنت ما تحزنيش، لكن ادعي، ادعي ربنا. ساعات بيجينا أسئلة كتيرة جدا على الموبايل، الشيخ محمود قول لنا الدعاء بتاع الزواج. ما فيش دعاء للزواج، انما يعني ما فيش دعاء خاص ان انا اقول ايه اللهم يا من وهبت فلانا مش عارف بزوج صالح فوهب فهب لي، مش لا، ما فيش دعاء بالمنظر ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي وارد هو عامه الدعاء، الدعاء بعمومه هو شمولي، ان انت تقومي تكتري من الاستغفار. الاستغفار ده من اسباب الرزق بالزوج. ازاي؟ الدليل على كده، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. طب والبنين هيجوا منين؟ من الزواج. يبقى ربنا يرزقك بزوج واولاد. شوف قد ايه، شوف اللفظ تضمن ايه كلمه البنين دي، ما هو لن ياتي البنين الا من حلال. يبقى اذا ربنا يرزقك بزوج واولاد، كتر من الاستغفار على قد ما تقدري. والدعاء بقى، قومي بالليل كده، قومي وصلي ركعتين وابكي بين ايدين ربنا، قولوا له يا رب محتاجه زوج ياخد بايدي لطاعه ربنا. وعايز اقول لك بقى كلمه اخيره، خليها في سرك. انا في نظري لو الأخت المسلمة عاشت بلا زوج أفضل وأكرم لها في الدنيا وفي الآخرة من إن هي تعيش مع زوج يفتنها في دينها ويدمر حياتها. أي والله، يا ما نساء ابتلوا برجال ما عندهمش دين، وفي العكس، ويا ما رجال ابتلوا بنساء ما عندهمش دين. فكان هذا الرجل يتمنى إنه ما كانش يتجوز أصلا، وكانت هذه المرأة تتمنى إن هي تكون ما اتجوزتش. ضرتين ممكن تلاقي صاحبتها تقول لها ادعي لي اتجوز، تقول لها يا ست خليكي كده، ده انت ما تعرفيش الجواز. طبعا الكلام ده مش صد عن الزوج، لكن انا بقول بوصف حال بعض النساء، ان ممكن تكون هي متجوزه لكن تتمنى انها لو ما كانتش متجوزه. فالشاهد في موضوع ان الزواج ده رزق، وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، ويبارك فيكم يا رب العالمين، ويرزق كل اخواتنا الزواج يا رب العالمين. العلامه رقم 46، اشاعه الكذب وكثرته. ان الكذب موجود، موجود، لكن في آخر الزمان هيكتر بشكل غير عادي، لدرجة أن ممكن يوصل لمرحلة أن الناس مش مصدقة بعضها. مش حاصل؟ حاصل. الناس يعني يقول لك أنا ما بصدقش حد خالص. ليه؟ لأني شايف أن كتير من الناس، كتير، مش عايز أقول كل الناس، هو يقول لك كده، يقول لك أنا شايف أن كتير من الناس ما بيبطلوش كده، لدرجة أن بعضهم يقول لك الدنيا كلها مليانة كدابين. طبعا الكلام ده مش صحيح، يعني في ناس صادقين وفي ناس محترمين وناس افاضل. زي مثلا واحد بياكل حرام يقول لك ما كل الناس بياكلوا حرام. لا طبعا، في ناس بتاكل حلال بفضل الله، في ناس شرفاء في امه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع اشاعه الكذب، يصبح الكذب يبقى هو ايه، يعني طافح على السطح، يعني ايه اكتر حاجه موجوده هي الكذب مش الصدق. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. وده مما عمت به البلوى، ان الكذب كتر قوي، والولاد يطلعوا يلاقوا الاب كذاب والام كذابه فيطلعوا كذابين، واولادهم يطلعوا كذابين، وهكذا، وينتشر الكذب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اعظم انواع الكذب يا جماعه الكذب على الله. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. في يوم القيامه الناس موجوده في ارض المحشر ويلاقوا واحد وشه اسود. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يوم تبيض وجوه تسود وجوه، بقى ربنا يعافينا ويعافيكم. فايه ايه سبب سواد وجه هذا الرجل؟ الكذب. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. خد بالك، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه هو صلى الله عليه وسلم، كما في عند البخاري قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا الله، اللي بيكذب على النبي متعمدا، اللي بيروح يروي للناس احاديث ضعيفه وهو عارف انها احاديث ضعيفه، ده بيكذب على النبي. خد بالك، والكذب على النبي يتضمن حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا أألف على النبي حديث هو ما قالوش، أكذب عليه حديث ضعيف وأنا أقول إنه حديث صحيح. خد بالك، أو إن أنا يعني إيه، يعني أنفي عن النبي حديثا هو قاله. يعني يكون مثلا حديث مثلا زي بلغوا عني ولو آية،
فيقول لك حديث ضعيف. يا عم ده الحديث في البخاري. يقول لك لا حديث ضعيف، فهو بكده يكذب على النبي، او انه يثبت حديث للنبي النبي ما قالوش، يثبت حديث للنبي النبي ما قالوش، يبقى كده برضو بيكذب على النبي. علامة رقم 47، ان يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء. انا شفت الكلام ده مع ناس كتير جدا كتير جدا. الاخت اللي كنت بدعي لها، سبحان الله، بدأ لابنها، ربنا يا رب يربط على قلبها، اللي هو احمد مراد، سبحان الله، يعني قريب ليها قابلني فقال لي ادعي له. يعني هي ابتليت في اتنين من عندها تلات ولاد، ابتليت في اتنين من ولادها، ربنا يا رب يصبر قلبها. بيقول لي حد ما وصلت لمرحله، ولادها الاتنين اللي ابتليت بيهم، واحد عنده 18 سنه والتاني 23 سنه، ربنا يا رب يصبرك ويثبت قلبك يا رب يا ام احمد، ربنا يصبرك يا رب ويثبت قلبك، ربنا يا رب يصبرك ويثبت قلبك يا رب، ويربط على قلبك يا رب وعلى قلب كل ام اتحرمت من ولادها يا رب العالمين، او كل انسان اتحرم من حبايبه، لان يعني الفراق صعب. يقول لي وصلت لمرحله هذه الاخت، ربنا يا رب يصبرها، ان هي رافضه الحياه، هي مش عايزه تعيش، مش عايزه الحياه بحلوها ولا بمرها. شوف النبي بيقول ايه، حديث رواه البخاري ومسلم، لا تقوم الساعه، والله العظيم اقسم بالله حديث بيشرخ القلب، لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. يا سبحان الله، سيدنا ابن مسعود بيقول سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. الكلام ده حاصل يا جماعة؟ طب والله العظيم حاصل. أنا شفت ناس بالمنظر ده، شفت ناس عيني من كتر الابتلاءات، بلاش الابتلاءات، من كتر ما هو إنسان نظيف قوي وصافي قوي ونقي جدا، الصنف ده بيتعب قوي في حياتنا ديت، فحايش. فبيقول انا قابلت واحد منهم بيقول لي باللفظ كده، يعني بيقول لي انا مش عارف اتعامل مع الناس ازاي، اعيش وسط الناس ازاي، الناس عايزه اللي يكذب واللي يخون واللي ينافق واللي يعمل. ده بيتكلم طبعا عن الغالبيه مش عن الكل طبعا، لان في ناس نضاف، في ناس افاضل، في ناس فعلا من خيره الناس. فبيقول لي مش عارف اتعامل مع الناس، وصلت لمرحله ان انا خلاص حسيت ان انا لا اصلح اني اعيش في الزمن ده، لدرجه احدهم قالها لي باللفظ واستغربت له قوي، قال لي والله انا لا يشرفني ان اعيش في الزمن ده، لا يشرفني ان اعيش في الزمن ده ولا في الدنيا دي ابدا. فاصبح انه وقابل بعضهم يقول لي ادعي لي، ادعي لي ربنا يطلعني منها على خير. لا ده انا اللي بقول لك ادعي لي انا ربنا يطلعني منها على خير، انا وانت وانتو، ربنا يا رب يختمنا بخاتمه اهل السعاده، لان فعلا الدنيا كلها بقت فتن، الدنيا كلها بقت حرب وما اعرفش ليه. وبعض الناس بيقولوا هو ربنا مش هيرفع عنا البلاء ده، والله يترفع بس بشرط واحد بس، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ياللي طالبين رحمه ربنا، ياللي بتقولوا نفسنا ربنا يرحمنا، ارحموا بعض، ارحموا بعض، حبوا بعض، خافوا على بعض، ما تكرهوش بعض، ما تحقدوش على بعض، ما تدبروش المؤامرات لبعض، ما تغشوش بعض، ما تكذبوش على بعض، وربنا هيحبكم وهيكرمكم، والله وهتنزل البركات وتخرج البركات، واقسم بالله كلنا هنعيش في سعادة ورخاء لا يخطر على قلب بشر، بس نرحم بعض. يا مسلمين ارحموا بعض عشان ربنا يكرمكم يا رب العالمين. يبقى ابن مسعود بيقول سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. ده كله زي ما قلنا بسبب كثرة الفتن. رقم 48 من علامات الساعة الصغرى، تشبب المشيخة. يعني ايه تشبب المشيخة؟ يعني واحد يبقى عنده 70 سنة وعايز يعيش حياة الشاب اللي عنده 15 سنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، وده من ضمن الحديث اللي العلماء بيقولوا انها حديث وصفية، وصفية يعني هقول لك يعني وصفية. حديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد. يخضب يعني يعمل يعني يعني بيسموه إيه؟ يصبغ شعره أو لحيته بالسواد. خد بالك، النهي هنا عن السواد فقط يا مسلمين، خدوا بالكم، يعني ما فيش نهي إن أنت تخضب لحيتك أو تخضب شعر راسك، بل ده من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب وكان يحب الخضاب صلى الله عليه وسلم. ليس هناك او كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرخص في الخضاب، مش عايز اقول كان يخضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، رخص في الخضاب
بأي لون إلا اللون الأسود. ليه؟ لأن الأسود ده في خداع. أنت لما تخضب بلون الأحمر أو اللون البني أو اللون المايل للأصفر أو غير، مثلا ما تروحش تخضب بنفسك مثلا يعني، فخد بالك. يعني فشكل موضوع الألوان اللي هي المعقولة. فلما تخضب بالحنة، بالحنة اللي هي حنة المدينة أو الحنة بتاعت اليمن أو أي حنة من بتوع الشام وكده، هذه الحنة ممكن تخلي مثلا راسك أو لحيتك تخليها مثلا بني، تخليها شقرة شوية، تخليها حمرة شوية، مفيش مشكلة. إنما ما تخضبهاش بلون أسود، لأن في نهي عن السواد. ليه؟ يبقى الواحد عنده 70 سنة ويخيل إليه إنه عنده 15 سنة، فيحصل إيه؟ يحصل إن المعصية تجر المعصية فيتصاب. فلما يحس إن هو بقى صغير، بقى عنده 15 سنة وهو عنده 70 سنة، يبتدي عازم بالله يطمع في ان هو يكون له علاقه ببنت عندها 15 سنه، يبتدي عازم بالله ينظر للنساء ويعاكس ويغمز وينظر، و معصيه بتجر المعصيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. الامام ابن الجوزي قال كلمه حلوه قوي عجبتني قوي، بيقول ايه؟ بيقول يحتمل ان هم اللي بيخضبوا بالسواد، اللي هو بيعمل لحيته وشعر راسه بالسواد، بالسواد باللون الاسود، بيقول احتمال النبي بيقول لا يريحون رائحه الجنه، مش عشان هم خضبوا، لا، ده هو مش هيخشوا الجنه بسبب عمل هم عملوه، عمل وحش جدا هم عملوه غير دوت، او عقيده فاسده دخلت لقلوبهم، لكن كان من ضمن علاماتهم اللي هم هيتعرفوا بيها ان هم بيخضبوا باللون الاسود. زي ايه؟ زي ما قال النبي في الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق. طب هو حلق الراس، حلق الشعر، هو حرام؟ لا. قالك لكن الخوارج كانوا مشهورين بايه؟ ان هم يعني بيحلقوا كده زي ما يقولوا على الزيرو يعني، واخد بالك؟ فشاهد في موضوع ايه؟ دي كانت صفه ليهم. لكن هل الخوارج يخشوا النار بسبب التحليق؟ لا طبعا. لو دخل منهم واحد النار من غير قبل ما يتوب يعني، فبالزاي؟ لو دخل النار هيدخل بسبب ايه؟ بسبب فكره واعتقاده الفاسد، وبسبب سلوكيات خاطئه، وبسبب اعمال فاسده، واخد بال حضرتك؟ فكان ابن الجوزي بيقول ان النبي كان يقصد ان في ناس هيكون اعمالهم وحشه من ضمن صفاتهم ان هم بيكثروا من الخضاب. فالخضاب بيخليه يرجع من سن 70 ل 20 سنه، فبيبتدي يعمل اعمال غلط، يروح يمشي مع بنات، يعاكس، يعمل، يقع في الزنا، يقع الى غير ذلك، بسبب ان هو يعني عاش حياه التصابي، واخد بالك؟ اما حته النهي بقى عن الصبغه فعن اللون الاسود فقط. والدليل على هذا ما رواه مسلم ان ابا قحافه اللي هو ابو ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، لما جاء به يوم فتح مكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وراسه ولحيته كالثغامه البيضاء، يعني راسه ولحيته عامله زي القطن الابيض كده، فاهم ازاي؟ ابيض خالص. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: غيروا هذا، يعني الشيب ده، الشيب ده اللون الابيض ده بتاع اللحيه والراس، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. لان زي ما قلنا يا جماعه لون السواد بيبقى فيه خداع. المراه ممكن تتخضب باي لون الا السواد، لانها لو خضبت بالسواد ممكن يجي واحد عايز يتجوزها فمخضبه بالسواد مثلا، فبعد الزواج بعد الدخول بها فيرى شعرها مثلا بلون الاسود كده، فيظن ان عندها 15 20 سنه، وهي ممكن يكون عندها 40 سنه 50 سنه، خد بالك. اما في حال الحرب فلا يكره الخضاب بالسواد للرجال. ليه بقى؟ قال لك لان من مصلحتنا ان المشركين يعرفوا ان الجيش المسلم جيش قوي وكل اللي فيه شباب، لو راى المشركون جيش المسلمين كله شعر ابيض يقول لك بس دول كبار في السن، نخش ايه؟ نخلص عليهم. اما لو راوا شعرا اسود في اللحيه وفي الراس يقول لك بس ده كلهم شباب، فيكونوا بهذا بفضل الله سبب في خوف الاعداء. طيب رقم 49 من ضمن علامات الساعه الصغرى: كلام الدواب والجمادات للانس. الحقيقه والانسان ده حقيقه حديث غريب جدا، لكن سبحان الله ناخذه على ظاهره كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. طبعا الكلام ده هيكون في اخر الزمن، لسه ما حصلناش ايه يعني، ما حصلش في الزمن ده. قال: والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانس. سباع الاسود هتكلم الانسان، وحتى يكلم الرجل عذبه صوته بتاع اللي بتمسك بها الصوت الكرباج بتاعه، وشراك نعلي رباط الحذاء بتاعه، ويخبره فخذوه بما يحدث اهله بعده. يا سبحان الله، النبي بيقول في اخر الزمن بيقول السباع هتكلم الانس، وعذبه الصوت اللي في ايد الرجل هتكلمه، وشراك نعلي هيكلمه، ويخبر فخذوه، خد بالك، ويخبره فخذوه بما يحدث اهله بعده. يعني لو واحده خانت جوزها
لما يرجع الرجل من سفره ويخش بيته فخذه تنطق فتقول له لقد زنت امرأتك. تخيل ده طبعا من ضمن الإعجاز الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحصل في آخر زمان، ولا عجب في ذلك. تعرفين طبعا حديث صحيح مسلم، حديث الجساسة، حديث الجساسة التي نطقت ودلت الناس على مكان المسيح الدجال، وحديث البقرة التي قالت للرجل لما أراد أن يركبها قالت له إن يعني ما خلقتني هذا، يعني أنا ما خلقت للركوب إنما خلقت إيه للعمل في الحرث والزرع وكذا. طيب رقم 50 في عجالة سريعة، أنا عارف المدن الفاضل للست ده، أنا عارف أنا مذاكر حاضر. رقم 50 أخويا وحبيبي، ظهور القلم وكثرة الكتابة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إن بين يدي الساعة ظهور القلم. إيه ظهور القلم؟ كثرة التأليف. النهاردة عايشين إحنا في مأساة حقيقية يا جماعة. شاب يكون يا رب يبارك في شباب المسلمين يا رب العالمين، يكون لسه ملتزم بقاله شهرين، بعد شهرين التزام لسه ما لحقش يحفظ جزء عامة، تبص تلاقيه جاي لك بكتاب، يا شيخ فلان أيوة يا سيدي انا الفت كتاب في علم مش عارف ايه، عايزك ترجعه لي وتقدمه لي. تساله هو قرا ايه، فهم ايه، درس ايه، ما تعرفش. هو عايز يبقى مؤلف وبس ويبقى ليه كتب. الان انزل الاسواق هتلاقي كل يوم على الاقل ما لا يقل عن 2000 كتاب جديد كل يوم. ليه؟ من كثره ايه، كثره القلم. ده من علامات الساعه الصغرى. انا عايز اقول حاجه، شهوه الكتابه يا جماعه، من الف فقد استهدف، من الف فقد استهدف، وفي عباره اخرى من الف فقد وضع عقله في طبق، حط عقله كله في طبق فانكشف خلاص، اموره كلها انكشفت وناس عارفه كل ايه، كل اللي في دماغهم. انت لما تعوز تالف هتالف لاسباب معينه، اما ان انت هتضيف ماده معينه مش موجوده، او هتشرح ماده موجوده لكنها معقده، او انك انت هتضيف فكرة جديدة وجميلة ينتفع بها المسلمون. اما لو على سبيل التقليد، فلان ما ألف كتاب عن الصحابة هألف زيه كتاب عن الصحابة، فلان عمل كتاب عن التابعين هعمل زيه عن التابعين، لا، مادام موجود كتاب الحمد لله ربنا نافع به وكتاب طيب، لا داعي ان انا اقعد اقلد فلان وعلان وكده. المشكلة مش كده وبس، المشكلة في اللي بيسرق كمان كتبك وينسبها لنفسه. سبحان الله، يعني يعلم رب سبحانه وتعالى، يعني يا ما رأيت كتب اقسم بالله كان يسرق من الكتاب بتاعي بالخمسين صفحة، وأنا مش يعني بقول يا رب يبارك، ربنا يجعلها في ميزان حسناتي، لكن حتى يستكبر ويستنكف إنه يكتب في آخر 50 صفحة إن تم نقلها من كتاب فلان لفلان الفلاني، لا ما يقولش سبحان الله. ولكن بركة العلم أن تنسبه لقائله، والله الذي لا إله غيره ما عمري أخذت سطر من شريط كاسيت حتى إلا ما أكتب تحت ده من شريط كذا، أو من كتاب أقول ده من كتاب كذا، وده بركة العلم أن تنسبه لقائله. طيب رقم 51 فجالة سريعة، فاضلين علامتين نختم بهم إن شاء الله. رقم 51 اتباع سنن الكافرين أو سنن الكافرين. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. حديث تاني رواه البخاري ومسلم أيضا، لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ الشباب اللي بيقلد والبنات اللي بتقلد. لا تتبعن سنن الذين من قبلكم، يلا يهود نصارى بوذيين هندوس سيخ أي حاجة قلد، يلا عبدة النار المجوس بيحلقوا كابوريا نحلق كابوريا، دول بيعملوا كذا نعمل كذا، دول بيحطوا مش عارف الحظاظة والانسيال، قلد. التقليد الأعمى اللي بتشوفه بين بعض الشباب المسلمين، وبتحزن لما تشوف مثل هذه الأشياء. والبنات اللي بيقلدوا بيوت الأزياء اللي هم ربنا بيقول يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، فبيقولوا لا سمعا ولا طاعة. ولو قالت بيوت الأزياء اليهودية الفتحة النهاردة من كذا والفتحة بكرة من مكان الفلان وما يقولون سمعا وطاعة لبيوت الأزياء، لا ده النبي قال كده بقى. من علامات الساعة الصغرى اتباع سنن الكافرين. آخر حاجة أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، كثرة القول وترك العمل، ودي أكبر مصيبة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح، من أشراط الساعة ذكر منها ويفتح القول ويخزن العمل، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يخبر حبيبك ما تصلى عليه كما عند البخاري ومسلم إن يوم القيامة حدث مشهد عجيب جدا. قال يؤتى بالرجل يوم القيامة، رجل عالم
فيلقى في النار فتنضلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحى فيجتمع عليه أهل النار يقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. بالبلد كده من علامات الساعة الصغرى آخر علامة ختمنا بها إن يبقى الكلام كتير والعمل قليل أو مفيش. إن واحد بيتكلم حلو قوي قوي وبيقول كلام جميل قوي قوي لكن في ناحية العمل ولا حاجة ولا بيعمل أي حاجة. بيقول للناس لابد أن نصدق ولا بد ولا وهو ممكن يكون كذاب. بيقول للناس لابد أن نتصدق ممكن يكون إنسان بخيل جدا. بيقول للناس لابد من قيام ليل وعمره ما صلى ركعتين قيام ليل. بيقول للناس لابد أن تحسنوا معاملة أزواجكم وهو أسوأ واحد في معاملته مع زوجته وهكذا. يبقى إذن كثرة القول وإيه وقلة العمل ده من علامات الساعة الصغرى. أخوي وحبيبي آخر حلقة اللي جاية إن شاء الله عن علامات الساعة الصغرى والحلقة اللي بعدها على طول نلتقي مع درس كامل عن المهدي وعن العلامة الوحيدة التي يعرف بها المهدي. مسابقتنا أو سؤالنا الأسبوع ده إن شاء الله وجايزته مجموعة كتب كاملة من الكتب بتاعتي إن شاء الله. والسؤال إن شاء الله أخونا أستاذ عصام حجازي وأخونا محمد المشد محمد مدني ينشروه إن شاء الله على الشاشة. إن السؤال ما هي العلامة؟ هي في علامات كتيرة جدا لظهور المهدي لكن في علامة واحدة فقط هي اللي تأكد لنا إن هو ده المهدي. إيه هي العلامة اللي هنعرف من خلالها إن هو ده المهدي؟ وجاوبونا ولا أول إجابة هتوصلني أول إجابة صحيحة هتوصلني لجائزة ياخدها إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي من مكتبة الصفا مجموعة كتب كاملة إن شاء الله. يعني مش عارف أقول لكم إيه بحبكم في الله والوقت معاكم بيجري بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.